السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا طلابنا الأعزاء، طلاب الصف السادس إعدادي. اليوم جيناكم بالمحاضرة الرابعة لليونت الثاني. إن شاء الله اليوم راح ناخذ بيها موضوع كلش مهم، ودائما يجي بالامتحان الوزاري عندك موضوع الاقتراح. أريدك تركز وياي بهاي المحاضرة. عندك الاقتراح، هذا العنوان الرئيسي والمطلب مالته يقول لك الاقتراح. الاقتراح بثلاث قواعد، يعني ثلاث قاعدات تمشي عليها. القاعدة الأولى خليها ببالك، شل وي زائد مصدر. من أقول لك مصدر يعني فعل مجرد بين قوسين، زائد تكملة ونهاية الجملة مالتك علامة استفهام. فهمت الفكرة؟ والقاعدة الثانية خليها ببالك، وي كوت تمام زائد مصدر زائد تكملة ونهاية الجملة مالتك نقطة مو علامة استفهام، ركز. والقاعدة الثالثة قاعدة الليست، ليست زائد مصدر زائد تكملة ونهاية الجملة مالتك نقطة. تمام، عندك بس قاعدة الشلوي تستخدم به نهاية الجملة مالتك علامة استفهام ومو تنساهن. اكو طلاب يكتب ينسى النقطة وعلامة استفهام، ترى يحاسبك عليها بالوزارة. ركز هنا، عندك ذن ثلاث قواعد نستخدمهن وين؟ بالاقتراح، خليهن ببالك. زين، اكو طلاب شو يسوي؟ موضوع الاقتراح يقول لي استاذ انا شو اسوي حافظ ذن ثلاثتين؟ من يقول لي سوي اقتراح انا حافظ له وحده طبق عليه الحل، اقول لك دي ببالك خطأ. تدري شلون؟ يعني دائما بالامتحان الوزاري مرات يقول لك سوي اقتراح باستخدام الشل، او يقول لك سوي اقتراح باستخدام الكود او الليست. هنا مرات يحددك، واذا حددك لازم تستخدم الاداة المنطقية. بس اذا قال لك سوي اقتراح ما حددك باداة، يعني بس تشطاك مطلب قال لك سوي الاقتراح، هنا انت مخير باي وحده تستخدمها هي صحيح. نجي للقاعده مالتنا هسه، مثل ما عرفت عندك الشغل وعندك الكود وعندك الليست، بعدين شنو؟ فعل مصدر خالي من الاضافه، مثل ما تعرفون خالي من اي اضافه، مصدر خالي من اي اضافه. زين، ناخذ لنا مثال. مثلا قايل لك تيك، هاي طريقة الامتحان وهذا المثال وزاري، قايل لك تيك اتاكسي تو ذا ايربورت. اعطاك جملة هيك بالامتحان الوزاري، قال لك سوي اقتراح. زين، من قال لي سوي اقتراح؟ انا اجي اباوع حددني بشيء ما حددني بشيء، اذا انا مخير باي وحدة استخدمها هي صحيحة. مثلا راح استخدم القاعدة الأولى، اقول له شل وي تمام، وارجع اكتب الجمله، هذا فعل مصدر معطيني اياه، بس دائما من اكتبه اكتبه اول حرف من عنده سمول، ليش؟ لان هسه عندي كابيتال، اكتبه سمول وارجع اكتب التكمله مالتي الى اخره، واخلي نهايه الجمله علامه استفهام، ليش؟ استخدمت الشل هنا. زين، اذا قال لك سوي اقتراح باستخدام الليست، هنا شنو؟ حددك بالليست، قال لك استخدم القاعدة الثالثة، تجي نفس الحالة تكتب الليست وتكتب التكملة وتخلي نهاية الجملة مالتك نقطة. زين، ناخذ لنا مثال ثاني. Go to the shops before، هذا جابوه بالامتحان الوزاري. The plane leaves. اعطاني مثال، قال لي سوي اقتراح. نفس الحالة أنا مخير، ما دام قال لي سوي اقتراح أنا مخير بأي وحدة أستخدم الليست. Go to the shops before the plane leaves. خليت نهاية الجملة مالتي شنو؟ نقطة. تمام طلاب؟ أنا مخير بأي وحدة إذا قال لي سوي اقتراح. ركز هنا أنا. مرات يغير لك طريقة، مثلا يقول لك list وطان فعل going مثلا to the مثلا shops before the play leaves. وطان مثال هيك، ركز هنا، قال لي صحح الفعل، ركز هنا، ايش قال لي؟ قال لي correct، راح اكتب لك المطلب فوق، قال لي صحح الفعل،
زين انا بواعيت للفعل هذا دائما انت مني يقول لك صحيح الفعل، حاول تباع قبل الفعل، لازم تلقي لك فشغله تفيدك. زين انا باوعت هنا لقيت ليست، قلت ها ما دام لقيت ليست انا عندي قاعده اي وحده القيها الشغل الكود الليست بعدها شنو؟ فعل مصدر خالي من الاضافه. من اقول لك خالي من الاضافه يعني لا بي اي ان جي، يعني نهايته ما بيها اي ان جي، ما بيها اي دي، لا بي تو، فعل مجرد. زين انا قلت له صح هذا الفعل، هذا الفعل ايش لقيت بيه؟ لقيت بي اي ان جي. هنا شو اسوي؟ احذف الاي ان جي من عنده اخليه مصدري، او يغير لك طريقه. ذن الطرق قاعد اقول لك بيهن ترى جايبين بالامتحان الوزاري. زين مثلا ايش يقول لك؟ يقول لك ليس ويعطيك اختيارات، مطيني فعل قايل لي واتش، مطيني فعل ثاني بي اي دي، تمام؟ مثلا فيلم، طاني جمله هيجي. زين انا بعت الاختيارات، بعت قبل الاختيار ما تشتقيت ليست، شختار اختار الفعل المصدر لو الفعل ابو الايدي. استاذ قال استاذ نختار الفعل المصدر، تمام طلاب؟ هاي صار عندي شنو؟ ثلاث طرق. اما يقول لي صحح الفعل، واذا لقيت لي وحده من ذني اقول انا دائما عندي فعل مصدري، تمام؟ او يعطيك اياها على شكل اختيارات، او لا يقول لك سوي الاقتراح. افتهمت؟ عندك ثلاث طرق دير بالك من عندهن، وثلاثه جايبيهن بالامتحان الوزاري، تمام طلاب؟ زين هذا كل ما متعلق عندك بموضوع الاقتراح. اكو شغله اريد اقول لك بيها، دائما الطلاب بالامتحان يشتبه بين موضوع الاقتراح وموضوع الطلب المهذب وموضوع العرض. الاستاذ الاستاذ شلون يشتبه؟ يشتبه يعني القواعد ذن الثلاثه اكو تشابه بيناتهم وبين بقيه المواضيع. مرات من اقول له سوي لي مثلا طلب مهذب، انا قاعد احكي لك وفق تجربه، من اقول للطالب سوي لي مثلا اقتراح او سوي لي عرض، ينسى ذن هو حافظها، بس ينسى القواعد اللي يستخدمها للاقتراح، ينسى القواعد اللي يستخدمها للاقتراح. الا اقول له مثلا استخدم الشلوي، ها اي صدق ذكرت، او اقول له مثلا استخدم الليست، تمام؟ شلون هنا ما تنساهن بعد؟ شلون تتذكر قواعد الاقتراح بعد ما تنساهن؟ يعني من اقول لك اقتراح تتذكر اكو شل واكو كود واكو ليست. اذا ذكرت هنا شيء بعد ما تنساهن وتقوم تميزن عن باقي المواضيع. زين ركز هنا، شلون اميزن؟ اميزن من خلال المطلب الرئيسي المطيني اياه. ركز هنا، مو هسه عندنا هذا مطلب؟ خليها ببالك، من يعطيك اقتراح؟ خليها ببالك، اتذكر قواعد الاقتراح، ذن اتذكر ان استخداماتهن من خلال المطلب، صدق الاستاذ شلون؟ خليها ببالك، الاس هاي تدل على اليمن تدل على الشهر. واذا اجت الاي بالنص خليها ببالك تدل على الوي. هسه صار عندي قاعده رقم واحد، اكو ما دام لقيت الاس قلت ها اكو شو واكو وي، اجت بالنص الاي اكو، اذا اكو شو وي. فهمت الفكره؟ واذا لقيت هاي اليو هاي خليها ببالك تدل على اليمن تدل على الكود، تمام؟ كود والاي هنا تدل على الوي. الاي اذا جت بالنص هاي شنو؟ حتى ما تنسى القاعده، حتى تتذكر الادوات المستخدمه وموضوع الاقتراح. افتهمت؟ واذا لقيت اليو هاي قول اكو كود بالموضوع. افتهمت؟ والاي جايه بالنص اكو وي كود، تصير وي كود بهذا الشكل، تمام طلاب؟ يعني الوي جايه قبل الكود. زين واذا لقيت التي هاي قول اكو ليس بالموضوع، تمام؟ قول اكو ليست بالموضوع، انت بعد ما حافظ لي اياها ذني، بعد ما حافظ لي اياها نحكي لك، تمام؟ مو تعتمد على المطلب وتريد تكتب الشغل تسلم لا مالتها وما حافظها، لا انا اقول لك الطلاب وين تشتبه؟ تشتبه مو بحفظ ذني، تشتبه ويا المواضيع الطلب المهذب ومواضيع العرض. زين ليش؟ يعني قواعدهن مشابهه، من اقول له مثلا الشلوي وين تستخدمها؟ يباوع لي يقول الاستاذ الشلوي استخدمها بالطلب المهذب. هنا ما حافظها عدل. بس انت بن تتذكر هاي تقول الاس تدل على الشر عندي، والاي جايه بالنص تدل على الوي، واليو تدل على الكود، والتي تدل على الليست. اتذكر ذن ثلاث قواعد نستخدمهن بموضوع الاقتراح. زين طلابنا الاعزاء، هذا كل ما متعلق بموضوع الاقتراح، ذن ثلاث قواعد وبتتذكر القواعد من خلال المطلب، حتى تتذكر ذن ثلاث قواعد نستخدمهن بموضوع الاقتراح. طلابنا الاعزاء بعد ما خلصنا الاقتراح راح اكتب لك الاسئله الوزاريه الجايه على هذا الموضوع وارجع لك. طلابنا الاعزاء رجعنا لكم بعد ما كتبنا الاسئله الوزاريه. صدق الاستاذ الاسئله الوزاريه شو ثلاثه ذني قليلات، يعني هاي كل الاسئله الوزاريه الموضوع جاي ثلاث مرات؟ لا الامثله دائما بالامتحان الوزاري، يعني ذني كنا ثاني السابقات اخذناهن ذني وزاريات تقريبا ثلاث امثله، وعندك ذني ثلاثه دائما بالامتحان يصير تكرار، يعني مثلا هذا مكرر مرتين او ثلاثه ما يحتاج اكتب لك اياه انا بعد، تمام؟ اكو تكرار بالامتحان الوزاري، فركز لي، قلنا ثلاث امثله قايل لك هنا نستخدم بينه اقتراح، موضوع الاقتراح، ما دام قال لي استخدم الاقتراح، ما خيرنا بوحده قال لي استخدم لي، انا مخير باي وحده هسه استخدمها، استخدم مثلا الليست. اقول له
ليست وارجع اكتب الجمله كما هي الى اخرها وخلي نهايه الجمله مالتي نقطه. تمام. هنا نفس الحاله، هم قال لي سوي اقتراح ما خيرني، اجي استخدم مثلا شو، اقول شلوي. تمام. فاي الحرف الاول خليته سمول. تمام. كملت الجمله مالتي كلها وخليت نهايه الجمله مالتي علامه استفهام، استخدمت الشل هنا. ركز هنا، اعطاني هنا اختيارات بين الشلوي والشل اي. زين، الشل اي يدل على موضوع العرض. تمام. راح ناخذ ان شاء الله. وعندك الشلوي يدل عليه يدل على موضوع الاقتراح. هسه تقول لي استاذ شلون اميز انا هنا بين العرض وبين الاقتراح؟ زين، اذا طوعنا بعد علامه استفهام ايش لقيت؟ لقيت جود ايديا، يقصد بها فكره جيده، وهي تعتبر دلاله تامه للاقتراح. ليش؟ معناتها قبول الاقتراح، فكره جيده. تمام. يعني ما دام لقيت هاي الجمله، قلت الجمله المطينيه اقتراح، خذها قاعده. من تلقي جود ايديا تدل عليه من تدل على موضوع الاقتراح، هنا شو اختار؟ اختار الشو اي على العرض لو الاقتراح. استاذ قال لي استاذ اختار الاقتراح. ليش؟ يعني لقيت دلاله كامله تدل عليه من على الاقتراح. تمام طلاب. طلابنا الاعزاء، ان شاء الله تكون استفاديت من هاي المحاضره، ولا تنسى الامتحان اليومي الموجود نهاية المحاضرة، وإن شاء الله نشوفكم بالمحاضرة القادمة في أمان الله.